اهلا وسهلا فيكم في فيديو جديد من قناة دليل سلوفينيا. اليوم هذا الفيديو او البودكاست فيه معلومات بتهم الناس اللي بدها تشتري سيارات مستخدمة في سلوفينيا، سواء هذا الشخص بده يشتريها للاستخدام الشخصي او للبيع خارج سلوفينيا. قبل شراء اي سيارة في اشياء او نصائح راح احطها في فيديو تاني منفصل، بتنصح كل يعني انسان بده يشتري سياره ايش الاشياء اللي ياخذها بعين الاعتبار قبل شراء سياره مستخدمه. لكن اليوم بس جانب واحد معين بدي احكي عليه، وهو مهم جدا او اهم جانب في شراء السيارات المستخدمه، هو عداد الكيلومترات في السيارات المستخدمه. فبدي احكي كيف انه المشتري ممكن يشيك على عدد الكيلومترات الحقيقيه للسياره. عدد الكيلومترات بيوضح لنا او بورينا كم السيارة مستهلكة، وضعها يعني كيف، هل هي كتير مستهلكة قليل مستهلكة، لانه كل ما زادت عدد الكيلومترات كل ما زاد الاستهلاك كل ما قلت قيمة السيارة. في ناس بتتلاعب في العدادات، يعني من خلال برامج بيرجعوا العداد لورا، يعني بدل ما انه يبين انه السيارة ماشية 300 الف ممكن تبين 200 100 وهكذا، وبالتالي تكون قيمتها عالية. ولكن إذا أنت عرفت أنه في تلاعب في العداد فبتنزل قيمة السيارة. راح أوريكم هذا الموقع، زي ما أنتم شايفين هنا اسم الموقع autolog.si، هذا هو الموقع autolog.si. أوكي. كيف طريقة استخدام الموقع؟ بدك تحط رقم الشاصي او الرقم السيريال نمبر الخاص بالشاصي تبع السيارة، بالانجليزي فين نمبر، بالسلوفيني فين شتافيلكا. هلقيت انا عشان كنت حاطه من قبل ومدور فراح اختاره، هذا هو الرقم السيارة تبعتي. الان لما بنضغط نحط هذا الرقم وبنضغط بريكاجي، يعني اظهر او ورينا النتائج، ظهرت عندنا النتائج هذه. في عنا رسومين بيانيين، رسم على اليسار ورسم على اليمين. الرسم اللي على اليمين بوريني عدد المالكين بتوع السيارة وأعمارهم. لما يكون الخط مستوي معناته إنه المستخدم أو الشخص المشتري أو المالك واحد، لما يكون متقطع معناته تم تغيير المالك. قلت لو احنا بنطلع هان هنلاقي انه في كان مالك عمره 43 سنة، بعدين كان في مالك 36، بعدين كان في مالك 54، بعدين في كان مالك 64 وهكذا. هذا ال 64 ظلت مع السيارة لحد ما صار لحد 2019. في 2019 انا اشتريت السيارة واستقرت معي السيارة لحد الان. تمام. على اليسار لو احنا طلعنا ببين لنا عدد الكيلومترات، في 2015 كانت 241، 2016 260، 2017 280، 2019 302 وهكذا. تمام. 2018 302، 2019 325. المهم احنا بنطلع انه دائما الرسم البياني في صعود، يعني ما في عندنا هبوط. لو صار في هبوط في عداد الكيلومترات معناته انه تم التلاعب فيها. على سبيل المثال لو جينا هنا في 2019 كان 325، لو جينا لقينا في 2020 انه صارت 300 او 200 هنلاقي انه في نزول في السهم هان، وهذا يعني انه تم التلاعب في عداد الكيلومترات. فما تشتروا السيارة هذه، او على الاقل قللوا من قيمتها. يعني ممكن انك انت تاخذ معك ميكانيكي وشيك عليها، لو شيك عليها ولقى امورها تمام ممكن انك انت تقلل من سعرها وتوري البائع انه تم التلاعب في الكيلومترات، بيعرف انك انت انسان مش غبي. في موضوع تاني بدي احكي عليه، على موضوع اللي هو الاستيراد والبيع للدول العربية، لانه في ناس كتير نشطة في هذا المجال، بالاخص الاخوة الليبيين بيشتروا سيارات مستخدمة من سلوفينيا وبيبيعوها، يعني بودوها لليبيا ومن ليبيا بتطلع لجميع دول افريقيا. فهذا الموقع برضو كتير كويس للناس اللي بتحب تستورد، يعني ممكن انه يشيك على السيارات، على عدد الكيلومترات وعلى امور معلومات تانية. لو نزلنا لتحت هنشوف انه احنا في عندنا هالمعلومات، تاريخ انتاج السيارة، عدد المالكين،
قوة الموتور، نوع الموتور، تاريخ أول تسجيل لها في سلوفينيا، في تاريخ أول تسجيل للسيارة بشكل عام، تاريخ استيرادها لسلوفينيا، معلومات تقنية، كتير معلومات بتكون كويسة للإنسان اللي مهتم إنه يشتري سيارة وإنه ما يكون عنده مشاكل في المستقبل. هذا البودكاست من جانبي، يعني إن شاء الله بأتمنى إنه تكونوا استفدتوا من كل المعلومات اللي أنا ذكرتها. وإذا بتحبوا تشجعونا يعني إنه اعملوا بس مشاركة مع أصدقائكم، واعملوا إعجاب للفيديو، اعملوا لايك، واعملوا برضو تفعيل لزر الجرس. لو أنت مش مشترك اشترك في القناة وفعل زر الجرس، لأنه لو إحنا نزلنا فيديوهات جديدة أو مقاطع جديدة ممكن تكون تهمك مباشرة بيوصلك إشعار. شكرا لكم.